جينا اليوم كنتكلموا على هذا القرار الحكومي اللي صدر بالامس. هذا القرار الحكومي اللي عطانا غادي نخدموا حتى ل 11 ديال الليل. احنا كمهنيين ديال ارباب المقاهي والمطاعم ما غاديش نقول احنا جد مسرورين بهذا القرار، لانه قرار غير مفاجئ لنا. اليوم كتخدم حتى ل 11 وغدا غادي يقول لك خدم حتى ل 6 العشيه، وبعد غدا غادي يقول السيمانه الجايه يقول لك خدم حتى ل 10. انا ما بقاش كيهمنا كاع التوقيت واش غادي نخدموا، لان القطاع ديال المقاهي والمطاعم ضرباته الجائحه واحد الضربه اللي هي ضربه قاضيه، ما غاديش نقولوا راه انتحار فاش مشى هذا القطاع هذا. لان احنا عندنا دابا بحال 8 بحال 9 بحال 11 بحال المقاو حتى 24 سير 24 راه ما كيهمناش كاع هذا الشيء هذا كله. يعني الخدمه ديال في المقاهي والمطاعم راه ما بقاش ديك الخدمه اللي كان كيعول عليها بنادم. يعني القطاع راه تلاشى، القطاع راه انداثر، القطاع راه مات. حنا كنا كنترجاو من هذه الحكومه اللي صدرت هذا القرار هذا في الوقت الميت في الدقيقه 90، كنا كنتسناوها دير شي مبادره قبل. هذه مده ديال 5 سنين ماشي اليوم، لان حتى الاخر لحظه وغادي يجي تقول لي غادي تخدم حتى ل 11 واحد القرار اللي هو حنا ما كنعتبروش قرار مفرح بالنسبه لنا. حنا قرار هذا 11 ولا 12 ولا هذا راه ما بقاش كتهمنا التوقيت، يعني راه ما غادي يفيدنا بوالو بكل صراحه، لان القهوه دابا كدير 7 العشيه راه كتخوى، ما كيبقى عندك حتى كليان. والكليان والزبائن اللي كانوا عندنا راهم ولفوا على باش يتقهوا في ديورهم، ولفوا باش ما يبقاوش يبركوا في القهوه، ولفوا باش ياكلوا في ديورهم. يعني باش غادي نبقى تقول لي اليوم حتى لاخر لحظه في عمر الحكومه اللي ما استفدنا منها حتى شي حاجه، هذه فتره ديال الولايه ديالها ديال 50 ما استفدنا منها والو. اللي استفدنا منه هو الزيار، وهو هذه الحكومه هذه اللي مشات راها خرجت علينا بكل صراحه. انا يعني اليوم غادي نقولها وغادي نهضر بكل صراحه وبكل قرحه. ولهذا كنتمنى من هذه الحكومه هذه الجديده اللي ان شاء الله اللي غادي تكون الرئيس ديالها هو السيد اخنوش، كنتمنى منها باش تاخذ البادره وباش تدير واحد الالتفاته لهذا القطاع هذا، وماشي غير قطاع المقاهي والمطاعم، جميع القطاعات، لان يعني جميع القطاعات ديال المغرب كله راه اصبح متضرر بهذه الجائحه هذه. كنتمنى من الحكومه الجديده باش تاخذ البادره وباش تساعد هذا القطاع هذا، لان كاين عليه واحد الضغط اللي هو ضغط ضريبي وضغط جبائي وضغط اللي هو ديال اللي هو يعني عشش في هذا القطاع هذا. يعني باش غادي ناخذوا المثال، غادي ناخذوا القطاع خاصو واحد الدفعه وواحد السياسه اللي هي حكيمه ورشيده باش تمشي بهذا القطاع للامام. لان يعني القطاع هذا ما نستهزئوش به، راه قطاع كيمثل واحد الفئه اللي هي ديال اليد العامله لا تحصر. يعني القطاع راه كتبين لكم الجائحه راه بينت على مدى العدد اللي كان شد في هذا القطاع هذا واللي كان مرتبط به. يعني واحد العدد اللي راه ما كيتصورش على البال، يعني ديال المغاربه اللي كياكلوا من هذا القطاع هذا. لهذا كنطلب من هذه الحكومه هذه ديال سيدنا اللي هي تنصبت اللي هي غادي تكون ان شاء الله هذه الاسابيع المقبله، كنتمنى تاخذ البادره وتلتفت لهذا القطاع هذا وتهز وتشد بيديه وتساير معاه الامور بالتي هي احسن، لان كاين عليه ضغط. نتمنى من الله الفرج.